صرخوا. لحظه 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 خلي يكمل وياك. صرخوا وهذا انت قاعد تسال السؤال بعد. خليني اجاوب. جاوبني علي انت. خليك وياي. الله اله يدان قلت لي ومحتاج علي. محتاج على انه اقول يد الله قوه او نعمه. اوكي ايوه. انت زدت عليها مع السلامه. انت زدت عليها له اصابع. هدوء. واصابعه كأنت عندك تقول في كتبك مثل اصابعي اصابع. اصبع شايل بحر، اصبع شايل جبل، ليس كمثلي شيء. انت انا اقول لك الله عنده يد، عنده وجه يليق بجلالي. هذا نفاق. يليق بجلالي. هذا نفاق. انت قلت لي اليد معنى اليد النعمه. الله ما قال ليس كمثلي شيء. ما معنى اليدان نعمتان؟ كلامك غلط. انت تنسب، انت تفسر القران الى الله وتذهب الى ما يقوله الله ليس كمثله شيء. زين انت شو تسوي؟ الله عنده وجه ومع ذلك وجهه ليس كمثلنا. ليس كمثل المخلوق. الله يعلم. كم رجل له؟ مشو كم رجل له؟ الله هذا له ارجل ولا لا؟ حتى في الحديث فيه رجل. في رجل كم رجل؟ في رجل في الحديث. كم رجل؟ حتى يضع رب العزة قدماه. ايه كم رجل حط يحط قدماه؟ معنى قدماه. لا كم رجل يضع ساقه؟ ساقه ساق. يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف. ما معنى شو معنى؟ ما معنى؟ معناته قدم واحد رجل. لا مش معنى. لا شوف لحظة. لما انا اكشف ساقي معناه انا عندي واحد ساق؟ كلامك باطل. كلامك باطل. لا حد يدك. انا انا اكشف ساقي. انا اكشف واحد من واحد ساقي. انا عندي واحد ساق. كيف علمت انه له ساقين؟ كيف علمت ان له ساقين؟ الله يعلم. الله يعلم. صار الله يعلم. الله يعلم. الله يعلم. يعني هناك تعرف الى يدان يليق بجلالي. هنا انا ما تعرف. انت قلت لي وانت تعال يا اخوي. انت مو تقول ان القران له يدان بالقران. انت قلت لي يعني معناتها الى ساق. انت قلت لي انا اشرك بالله صح؟ الله يقول. لحظه. الله يقول ايوه كل شيء هالك الا وجه. ما معنى الوجه؟ يعني ما معنى الوجه؟ يعني بقى وجهه صح؟ ها؟ ما معنى الوجه؟ الشجر؟ معنى الوجه الشجر؟ نور؟ نور الله؟ الله قال الله نور السماوات والارض. ما معنى الوجه؟ عيده ورجله والراحه. بحسب كلامي معنى الوجه النور. اسمع يعني اوكي عندك نور مش وجه. عنده نور مش وجه. اسمح لي ايده ورجله وين راحت؟ ايده ورجله وين راحت؟ لا انت جملي انا اسالك كل شيء لا لا يكون الا انت قلت لي لا لحظه اخوي. ايش يعني انت قلت لي انا اشرك بالله صح؟ جاوب لحظه لا بس سؤال. الله يقول أيوة. كل شيء هالك الا وجهه. ايوه صار بايده ورجله وساقه شو راحوا هلكوا. والقران يفسر بعضه وبعضه. اقول لك الله قال ويبقى كل من عليها فان. ويبقى من عليها من هو من كل ما فسرت من كل المخلوقات صح؟ كل من عليها كل الوجه ربك. كل شيء كل شيء لحظه معنى كل شيء مش كل شيء مثلا لا المخلوقات كلهم لازم يموت كلهم. الله يدو والوجه كله مع بعض صح؟ يبقى بلي قال في القرآن. في القرآن تعرف ايش ما معنى كل شيء؟ ما معنى كل شيء الا وجه. تعرف ما معنى كل شيء؟ شنو ما معنى كل شيء؟ الله كل شيء معناه في اللغة العربية كل شيء. لا لا خليني اكلم. حتى الله شيء. خليني اكمل. حتى الله شيء. خليني اكمل. كل شيء. خليني انا اعطيك دليل. الله يقول. لحظه انا اعطيك دليل في القران. الله يقول. ممكن تسمعني؟ ممكن تسمعني؟ انا اعطيك دليل في القران. لحظه. الله قال في القران سوره الاحقاف الايه 25 الايه 25 لحظه. الله قال في القران في سوره الاحقاف. نعم. ايوه في سوره الاحقاف الايه 25 تدمر كل شيء. لحظه اسمعوني. تدمر كل شيء بأمر ربها. بعدين الله قال إيش؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ما معنى تدمر كل شيء؟ معناه إلا مساكنهم. في استثناءات مستثنيات. أنا ماكو في مستثنيات. هاي الآية ما فيها. كل من شيء عليها كل فان. شيء كل من عليها من هو؟ من هو من عليها؟ كل من عليها من هو؟ الله يقول كل من عليها. الله يكلم عن من؟ كله من عليها من هو؟ ويبقى
من يبقى من يبقى من المخلوق والخالق من يبقى وجه ربك المخلوق والله خالق وجه ربك من من يبقى تقول لي وجه ربك وجه الله ربك. يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شو معنى معنى الوجه انت قل لي انت قل انا قلت لك الوجه والوجه اذا هو وجهه ايوه انا دا اقول لك لحظه ماذا يحدث ماذا حصل لساقه ورجليه وجوارحه الذي انتم تنسبونه انا قلت لك كل شيء ما معنى كل شيء مش كل شيء على الاطلاق فيه مستثنيات والله يقول في الوجه عشان الوجه احسن المكان احسن المكان صح شنو احسن المكان قمت تتأول بالوجه كيف لحظه 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 قمت تأول انا اعطيك انا عندي آية ثانية لا لا لحظه 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 انا اعطيك قران يا اخويا انت بالله عليك انت شو كلامك انت كلام فاضي انت تقول مش ما فيش عربي ايش انا اقول لك لا لحظه 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 انا اقول لك يوم يكشف عن ساق اذا قلنا كل شيء ما يبقى الا وجه الله فماذا تقول يوم يكشف عن ساق معناه الساق فيه كل شيء معناته فيه مستثنيات الله لسه يده وساق لسه موجود مش ما يبقى ما ينفع ما يبقى رجل الساق تبقى يوم يكشف عن ساق مش انا اللي قلت ما معنى الساق دقيقة قال اسمع اسمع هو قال لي اليد ساق ساق الهول لا الله قال اسمع 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 القاموس هو انت مش عارف عربي انت مش عارف عربي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي لا هو قال لي لحظة انت قلت لي دقيقة قال الله يوم يوم قال الله مشهول مش كلام في ايوه انا قلت له ايه صحيح انتوا انسبوا الشرك الى الله قولوا لا تتكلم لا لحظة لحظة اسمع 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 اخويا لحظة لحظة بالله عليك لحظة اسمح لي حبيبي هل الله قال لحظة لحظة اخويا لحظة بالله عليك هل الله سبحانه وتعالى قال يوم يكشف يوم يكشف عن ساقه يوم يكشف عن ساق. عن ساق ما معنى ساق؟ ساقه؟ ساق ما معنى ساق؟ لا لا جاوبني. أنت تغير المعنى ساق. تقول هاي ساق يعني ساق الله. شو اسم هذا؟ يعني قل لي. ولك اسمع. لا أنت قل لي شو اسم هذا؟ هو الله يستحي. الصح الله الله. الله يستحي يقول بعثما. لا لحظة. اسمعني. الله قال بل يداه مبسوطتان. اسمع. لحظة أخويا بالله عليك يا الله لحظة أنت تصرخ على. اسمعني. ودنيا. لحظة أخويا. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يستحي ان يقول ها يداه صح نسبة له تمام وجهه صح ايوه ليش الساق ما قال ساقه يوم يكشف عن ساق ايه وينه ليش ساق من وين قال ساق الله ساق لا حبيبي عفوا ايوه لا هو يقول ساق ليش ما قال ساقه يا بنت اسكت اسكت لحظه الساق السياق هذه الآية هو الله هو الله يوم يكشف لحظة لحظة أنا أقرأ لك الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة شو هذا أنا أشوف أشوف ربي أشوف ربي ما عنده وجه ما عنده ولا شيء ما أشوف ربك شو معنى ما أشوف وجوه يومئذ ناظرة لحظة الأمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله عليك انت مسلم انت شوف الله يقول وجوه يومئذ ناظرة لحظة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف أشوف الله خلاص أنت ما تشوف الله ولا راح أشوفه أنت تشوف الله ولا تشوفه أنت ما تشوف الله اسمعني الآية غلط أقول لك خلي أجاوبك اسمعني الآية غلط وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحان الله لا 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 النبي صلى النبي موسى عليه السلام النبي موسى عليه السلام قال سأل الله شنو دعني أراك صح في الدنيا مش في الآخرة شو اللي جاء الآية هذه في الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة شنو كان الجواب من الله
لن تراني. لن تراني. في الدنيا. لا لا لا. في الدنيا. ما قال في الدنيا. في الدنيا. ما قال في الدنيا. في الدنيا. ولا تراني أبد. لا دنيا ولا آخرة. هاي وحدة. هاي وحدة. فما اسمع. فما لا فما لا 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 تقول عن هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة. شو أنت؟ أسافسلك يا. في القيامة. مش في الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ لا تدركوا لا تدركوا لا اسمعني اسمع اسمع لا تدرك باوعني باوعني اسمعني الله يقول وجوه ناظرة ما معنى وجوه ناظرة يا ربي يا ناظرة ما معنى الى ربي يا ناظرة مدحشياك انت ما ما تفهم الى ربي يا ناظرة انا مدحشياك خليني اكلم الله سبحانه وتعالى يقول انت الحمد لله لا لا ماكو اولد مان روح بابا انت شو السبوكس مان مالتي اولد مان اسمعني الله سبحانه على يقول شنو لا 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 تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار وين العد شوف لا تدركوا الابصار ما معنى لا تدركوا الابصار لا ما معنى لا لحظه ما معنى لا تدركوا الابصار فسر لحظه ولا رديين هناك ولا رديين لحظه لا تدركوا الابصار لا لحظه لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار لحظه انا اعطيك لا مثلا مثلا لما انا اشوف هنا ما اقدر اشوف الكل صح السماء يعني ما اقدر اشوف الكل انا اقول لك في الاخره في الجنه وجوه يومئذ ناظره الى ربها الله يحكي عن يوم القيامه سوره القيامه شو اسم السوره يوم القيامه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ من هي اي يوم اي يوم ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاخر هذاك في الآخرة اسمعي. أنت تقول لي نبي الله موسى الله قال له لن تراني في الدنيا لا ما قال له في الدنيا ما قال له في الدنيا وين قال وين سأل موسى وين سأل موسى وين سأل لحظة 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 الله سبحانه وين كان موسى إذا حجمته وين كان موسى لما كان يسأل أن ينظر الله إذا حجمت الله قد تراه إذا حجمته وعبيته أبعادا شوف إذا حجمت الله وأعطيته أبعادا قد ترى أنت تجاوب لي قد ترى أنت تجاوب لي ولكن الله ليس له أبعاد موسى متى سأل موسى أن ينظر الله في الدنيا ولا في الآخرة هو في الدنيا لحظة يا أخي موسى ما نظر وأين موسى وأين موسى يا أخي موسى ما نظر أخويا أخويا شو اسمك أخويا شو اسمك أخويا شو اسمك أخويا شو اسمك موسى ما شاء الله لحظة أخويا أخويا لحظة بالله عليك لحظة أخويا شو اسمك شو اسمك أنا أسألك الله قال في القرآن النبي الله موسى سأل الله أن ينظرها صح؟ وأين كان موسى لما كان يسأل؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ كلمني في الدنيا صح وهذه الآية وجوه يومئذ ناظر إلى ربه ناظر هذه الآية تخص في الدنيا ولا في الآخرة؟ أحسن بارك الله فيك في الدنيا ما نقدر نشوف في الدنيا ما نقدر نشوف الله لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة أنت قلت لي شوف شوف هو قال لي أنا أشرك بالله انتظرني كلم أوكي 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 هو كلم الله شنو الله شنو قال شنو قال شنو قال قال وجوه يومئذ ناظرة أي يوم هذا؟ دقيقة أنت تنظر بوجهك؟ أنت تنظر بوجهك؟ ها؟ بالعين بالعين إيه الله قال وجوه يومئذ ناظرة لم يقول ناظر أيوه شو؟ إيه بالعين أنت أم بالوجه ترى الشيء وين عين وين عيوني؟ وين عيوني؟ وين عيوني؟ في الوجه وين عيوني؟ وين عيوني؟ وين عيوني؟ وين عيوني؟ من هنا؟ عيوني هنا؟ من عيوني هنا؟ عيوني هنا؟ وجوهي عيوني هنا؟ يا شيخ وجوه وين عيوني؟ حبيبي اكو فلسفة بالكلام بس انطي مجال عندي رواية عندي رواية نعم وما رواه زيد النرسي في كتابه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبو عبد الله يقول إن الله ما يؤمن الحديث إن الله ينزل يوم عرفة في أول الزوال في أول الزوال إلى الأرض على جمل فأفرق يصاب بفخذها أهل عرفات يمينا وشمالا فلا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ويقر الناس وكل وكل الله الملكين بحيال المازين يناديان عن المضي الذي رأيت يا رب سلم سلم والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله آمين آمين رب العالمين فلذلك لا تكاد ترى سريعا ولا كبيرا
شو الروايه اولا دقيقه اولا لا هو ما يصدق الحديث حديث الشيعة جبل حديث الشيعة حديث الشيعة حديث الشيعة هي جبل جبل حديث الشيعة حديث الشيعة هي خطأ طبعا بس انت تتجرأ تخطئ حديث لحظة انت آية ثانية انت آية في القرآن وضعف لك اياها لحظة انت بتتجرأ شو اسمه تخطئ حديث النزول شو اسمه هيز دوان أبو أبو فوزي لا أبو فوزي شنو أبو أيوة أنت قلت أبو كرار أيوة أبو كرار لحظة بالله عليك لحظة أخوي أنا أبو فوزي أضعف هذا أبو فوزي لحظة بس أنت تتجرأ تتجرأ لا أبو فوزي أبو شو اسمه هذا ضعيف أنت ما تتجرأ تضعفه لحظة أنت ما تتجرأ تضعف هذا حديث الشرط أخويا أنت قلت لي لحظة أخويا أنت قلت لي لحظة أنت أخويا لا أخويا لحظة أخوي مجسمة مشبهة الله صاعد نازل شوف من الله ينزل إلى السماء الدنيا وين كان فوق منو داير بال على الكون كيف مجهول لا منو لا منو فوق الكيف لا تسأل عن الكيف حرام كذا حبيبي يا ليل لا تسأل عن الكيف وكيف مجهول والسؤال عن بدعة والإيمان به أنا أقول لك أسأل يا ليل 24 ساعة الكرة الأرضية بها ليل والكيف مجهول الله عنده قوة لك ليل الله يفعل ما يشاء هسه عندنا ليل يفعل ما يشاء ويبقى كل ليل ليس كمثله شيء ليس كمثل موسى زيك شلون تقول لما انت لما انت تكون انت هنا معناه انت مش معناه انت في العراق شنو الثلث الاخير من الليل الثلث الاخير يعني خصصت للكره الارضيه ليل واحد والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه كله موجود مجهول انت قلت لي اخر شيء اخويا انت اخر شيء اخويا انت تنسب الى الله وتقول لا تتكلم انا اعشر بالله صح لا الله سبحانه وتعالى ليش انا اسمع بالله الله سبحانه عشان ينزل وتعالى ربنا الى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى ما ينزل لحظه اخر شيء لا لا اخر شيء الله سبحانه وتعالى and then I'm going one only one thing سبحانه وتعالى لن ينسب الي one thing then I'm gone okay لحظه انت قلت لي اخر شيء انا اقرا لك الايه انت لحظه انت قلت لي انا اشرك بالله صح عشان انا اصدق الله ينزل ربنا ينزل الى سماء الدنيا صح اكيد فماذا تقول عن هذه الايه في سوره النمل حيث قال الله فلما جاءها نودي ان بورك من في النار وين الله ذاك الوقت وين الله ذاك الوقت لما كان يحكي مع موسى وين كان الله الله في النار كان ان بورك من في النار ما معنى من في النار يعني الله كان من في النار بذاته كان من في النار الله من في النار من هو من هو معنى الله قال إني أنا الله يا موسى يعني الله كان في النار خليني أكلم خليني أكمل خليني أكمل خليني أكمل فلما جاءها لحظة أكمل لحظة أكمل خليني أكمل خليني أكمل خليني أكمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم وين كان الله ذاك الوقت يعني الله بذاته كان في النار وين كان الله من هو يحكي الله يحكي نفس عن نفسي الله يحكي عن نفسي فسر لي هذه الآية أنا أسمع منك فسر لي هذه الآية أنا أسمع الله باع أنا أسمع منك أنا أسمع منك علماء قالوا أنت علماءك السنة أسمع منك قالوا الله متجرد عن خلقه أنا أسمع منك وليس في داخل خلقه أنا أسمع منك باعن من خلقه أنا أسمع منك من خلقه الله يقول أما منكم من في السماء الله يقول أما منكم من في السماء من هو في السماء من هو في السماء حبيبي انت ناظرت انت ما قاعد تسمع ام امنتم من في السماء الملائكة في السماء من في السماء إيه يرسل عليكم حاسبه ايه هو الملائكة الله يحكي عن الملائكة ولا إيه؟ عن نفسي وإنا لراجعون انت قلت لي انا اصرف بالله عشان الله ينزل ربنا الى سماء الدنيا وانا اقول لك فلما جاء نودي ان بورك من في النار من هو وسبحان الله رب العالمين يعني يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم الله بذاته الله بذاته الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلال من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا أن يأتي الله ما معنى يأتي يعني الله رايدنج رايدنج ما معنى الله رايدنج أنت ما تصدق القرآن الله رايدنج كلاود لك شنو هاي أنت ما تصدقون إلا أن يأتيهم الله أن يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن يأتي
يأتيهم الله. الله is on the cloud. يوم يأتي لحظة. يوم يأتي ربك. يوم يأتي ربك. يوم يأتي ربك. ما معنى؟ أنت تغير الآيات. هو قال لي هل يد؟ ما معنى اليد؟ النعمة. Jesus got hands, legs, and light on the cloud. What's wrong with that? نعمتان. يداه ونعمتان. هو قال لي يدان ومش نعمتان يداه. اليد النعمة. ما معنى اليدان؟ نعمتان. الله عنده نعمتان بس. الله عنده نعمتان بس. الله. wait. باعن عن الله. لحظة. wait. عن أبي جعفر. listen. عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكلمت بها أحلامهم هل لله يد يا رافضة أجبونا. يد الله هي الرحمة. من قبل لحظة من قبل هو قال لي اليد مع معنى اليد النعمة هنا قوة هنا البركة هنا أبد ما تعطي جارة القوة أبد ما تعطي جارة يغير المعنى يغير معنى بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ما معنى يداه ما معنى يداه قال له ما معنى يداه يعني شنو قوة يعني قوة ما معنى يداه ما رميت إنما بل يداه هو قال اليد اليد معنى يد نعمتان نعمة ما معنى يداه بل يداه مبسوطتان نعمتاه مبسوطتان الله عنده نعمتان بس I give you an advice كلام غلط I give you an advice honestly stop debating the Christians because both of you believe in the same in the same لا 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 Christians believe same as you both of you do shirk Christians believe same as you do shirk Christians believe God has no God has no face Christians believe same as Christians believe same as Ari Christians believe God has no face. God has no heart. Same as you. La, la. Yes, they same as you. That God. They believe God is spirit. God came down in a form, a human form. They are Sufism as they believe. All of them believe the same. They believe. They believe God came in a human form. Finish.